عادل باربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجكم من حقك، معي أنا عادل بربع. حديثنا اليوم مستمعي الكرام عن أسرار نظام العمل السعودي، ولما نتكلم عن نظام العمل أكيد حنتكلم عن حرص الحكومة السعودية من خلال هذا النظام بتنظيم العمل بشكل يحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح الخاصة في هذا النظام. وحديثنا عن نظام العمل السعودي بإذن الله تعالى راح نتكلم عن نقاط مهمة جدا، ونتكلم عن اللوائح والأنظمة مما يساهم إن شاء الله في خلق بيئة مناسبة. نتكلم عن اللوائح اللي بتخلق بيئة مناسبة لكل من أطراف العمل، وذلك راح نتطرق من خلال هذه الحلقة عن بعض تفاصيل نظام العمل السعودي. نتكلم بإذن الله تعالى عن بعض المواد المهمة، عن بعض النقاط المهمة إن شاء الله بوجود ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ فيصل القحطاني المحامي والمستشار القانوني. للتواصل معنا مستمعينا الكرام أو الاستماع، في بعضهم يحب أنه يسمعنا عبر الراديو، لكن إذا كان يبغى يوقف يروح للمكتب بيروح للبيت ويبغى يستمر في الاستماع، بإمكانكم الاستماع عبر الرابط الإلكتروني www.alif-fm.com alif-fm.com. وأيضا تقدروا تنزلوا تطبيق إذاعة ألف ألف أف أم على أجهزتكم الذكية، سواء عبر الجوالات ولا على التابلت عندكم أو على الآيباد، بإمكانكم تنزيل هذا التطبيق والاستماع إلينا وين ما كنتم لبرامج الإذاعة ولبرنامج من حقك. الآن تقدروا تستمعوا عبر هذا التطبيق، وبالإمكان أن نتيح لكم أيضا فرصة التواصل معنا والتفاعل مع هذه الحلقة لأي سؤال أو استفسار واستشارات قانونية، خاصة فيما يخص نظام العمل وبعض الأمور التي قد تستشكل عليكم أو تحتاجوا إلى استفسار واستشارات قانونية بهذا الصدد. بإمكانكم التواصل معنا كتابيا، ترسلوا رسالة نصية إلى واتساب الإذاعة 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. بإمكانكم الاستماع أو بإمكانكم التواصل معنا هاتفيا مستمعينا الكرام على 012-616-1100، مرة أخرى 012-616-1100. طبعا نذكركم مرة أخرى بإمكانكم أنكم تكتبوا رسائلكم النصية إلى واتساب الإذاعة أو الاتصال الهاتفي، وكذلك الاستماع عبر الراديو أو عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الخاصة وتطبيق الإذاعة اللي ممكن تسمعونا من كل مكان. نجد الترحيب بالمستشار القانوني والمحامي الأستاذ فيصل القحطاني، حياك الله أستاذ فيصل. الله يبقيك طول عمرك. حياك الله وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة وبرنامج من حقك. أسعد بهذه اللحظة، الله يبارك. الله يسلم. طبعا نحن نتكلم عن نظام العمل السعودي، والعنوان حقيقة كان لافت بالمشاركة في اختيار هذا العنوان، وذكرت لنا أنه هناك بعض يعني أسرار نظام العمل السعودي، هناك أمور مهمة لابد أنه يعرفها الواحد أو لابد أنه فعلا يدركها، سواء كان العامل أو صاحب العمل. شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة حديثك، حياك الله، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، ونسأل الله أن يديم الصحة والعافية آمين على ملكنا ووالدنا
ملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وأن ينصر جنودنا البواسل في كل الثغور. آمين بإذن الله عز وجل. آمين. ودنا نتحدث اليوم مع أستاذ عادل جميع المستمعين، مسيهم بالخير أولا، على بعض النصائح والأسرار اللي تبعونها الشركات حتى يضيعون بجور العملاء مساكين. ونبدأ أول شيء من ناحية الموظف. أي نعم. أن عدم قراءة العقد بشكل تفصيلي يوقع الموظف في حرج ولا يقبل منه قول والله ما كنت أدري. نعم. لأن الجهل بالقانون لا يعفيه من المسؤولية، ويجب عليه قراءة عقد عملها بشكل تفصيلي وواضح أكثر من مرة، حتى وأن اضطر إلى أن يلجأ لمن يفسر له العقد حتى يعلم على ما هو موقع ومقبل عليه. نعم. ثانيا، العمل الإضافي فيما يخص الأوفر تايم. نعم. كثير من الموظفين يعملوا عمل إضافي ويتفاجأ بأن المنشأة لم تحسب له زيادة الأجر، حيث أن الصحيح في استحقاق الموظف يكون عبر طلب رسمي من الإدارة يوضح به الزيادة المطلوبة منه بعدد الساعات والأعمال، وبتوقيع الموظف عليها أصبح مستند رسمي. نعم. يعود فيها المطالبة بالزيادة في الأجر. نعم. كما يجوز للموظف أن يرفض التكليف إذا ما وجد أنه يناسب هذا التكليف، يعني فوق قدرته أو إمكانياته أو أنه عنده أشغال أخرى. نعم. مرتبط فيها. طيب، كلام جدا مهم جدا، خاصة في موضوع العقد أخوي فيصل، لأنه في بعضهم يقول طب يعني هل أني ألجأ إلى محامي حتى أخليه يراجع، لأني أنا بنظرتي العادية وإنسان عادي ما عندي الفكرة العامة في موضوع القوانين وهذه، يعني وفي نفس الوقت تقول حتى يعني التكلفة. نعم، والتكلفة، والمحامين ما شاء الله تبارك الله أسعارهم يعني لا متفاوتين في الخبرات والأسعار. فإيش تنصح بهذا؟ يعني نقول لا يعفيك من أنك أنت ما كنت تدرك القوانين. نعم. افترض أنه يكون تعرف، وفي نفس الوقت يعني إذا أراد أنه يتعامل مع شخص قد يكون يفيده صاحب خبرة ونظرة، فممكن أنه هذا الشيء يكلفه، فين الوسط في ذلك؟ والله إن كان أبا أعمل مدة سنة. نعم. كقل تقدير في عقد عمل حيكون سنة. أي صحيح. فما حيكون أقل من 50-60 ألف دخلي هذا السنوي. نعم. إذا خرج منها 1000 ريال مقابل استشارة، شوف أنها منطقية عشان أحافظ على حقوقي وأعرف الواجب لي واللي علي. جميل، جميل جدا. هذا إجابة. أنا هذه الإجابة اللي أنا ممكن، لأنه أنا أريد أن أسأل السؤال اللي ممكن يتبادر. نعم. في ذهن المستمع. نعم. وهو يسمع يقول طب أنا وين أروح، إيش أتكلم، كيف أتصرف، فهذا أمر مهم جدا. ما زال الحديث الشيق معك أخوي فيصل. حنطلع الفاصل المستمعين، وأذكركم بأنه بإمكانكم تتواصلوا معنا على واتساب الإذاعة برسائلكم كتابيا على الرقم 055-66-89-001، وكذلك بإمكانكم الاتصال هاتفيا على 012-616-1100. فاصل نرجع لكم، خليكم معنا. حياكم الله مستمعي الكرام، عودة إليكم مرة أخرى، وحديثنا ما زال عن أسرار نظام العمل، ومع ضيفنا الله يعطي العافية الأستاذ فيصل القحطاني المحامي والمستشار القانوني. إن شاء الله نشوفه دكتور في مستقبل. إن شاء الله. الله يسلمك فيصل. طيب، أنت ذكرت أشياء مهمة جدا، يعني أنه لا بد أنه في أمور ينتبه لها العامل في عمله حتى لا تضيع حقوقه، ونظام العمل جاء لأجل أن يكفل بإذن الله تعالى البيئة المناسبة والطيبة اللي يكون فيه العامل يشتغل بكل أريحية. بلاش. طيب، الأمور اللي تجدها مهمة في هذه الأنظمة، وإحنا ما زلنا نتكلم عن الموظف. أيوة. تكلمنا عن العمل الإضافي اللي هو أوفر تايم. نعم. وأن يقرأ الموظف عقده بالشكل الصحيح أو يلجأ لمن يفسر له ذلك. بالنسبة للموظف أثناء تواجده في مقر عمله لا يجوز له الانشغال في تجارة خاصة وحتى تداول الأسهم عبر الجهاز المكتبي المتاح له. نعم. أو حتى الدراسة بدون إذن من الإدارة.
إذا ما كان في إذن بمزاولة أي نشاط آخر غير العمل. نعم لأن تواجده يعتبر خلاص. هو اشترى ساعات العمل هذه عشان نعم. يعني لما يصب في مصلحة عمله نعم ويعطيك مقابلة. مقابلة. مثل ما تفضل. نعم. بالنسبة ودي أقدم نصائح أمانة للموظفين. نعم. يفضل تعامل الموظف دائما رسميا عبر البريد الإلكتروني، والأفضل تعامل ورقي حتى يكون وسيلة للإثبات وغير قابلة للحذف مثل البريد الإلكتروني. ممكن أرسل لك بريد تحذفه، ولما أجي أواجهك فيه تقول ما عندي ما وصلني، وانت حاذفه من عندك من الوارد ومن سلة المحذوفات. طيب النصيحة الثانية، أي مخالصة يوقع عليها الموظف ويكتشف بعد ذلك أن بها خطأ حسابي، كانت مخالصتها مثلا 50,000 وجد أنه أصلاً يستحق أكثر 80. أي. النظام أجاز أن أي مخالصة لا تصب في مصلحة العامل لا يعتد بها ويحق لها المطالبة بالزيادة. ممتاز. ثالثاً إذا تداخلت، وهذا أمر بيحبونه الموظفين كثير. والله شيء كثير قلت يحبونه. الله يطول عمرك. إذا تداخلت الإجازة السنوية مع إجازة مرضية. حق للموظف توقف إجازة السنوية لحين انتهاء الإجازة المرضية. نعم. لنفترض خذها 30 يوم إجازة سنوية، جاه عارض صحي منحوه 5 أيام. نعم. وباقي على انتهاء 30 يوم 10 أيام. نعم. تتوقف العشر أيام. خلص الخمس أيام يعود يستأنف العشر أيام إجازة سنوية. نعم. يصبح الإجمالي مع الإجازة أي المرضية. لا يعني الإجازة المرضية غير داخلة في إجازة الإجازة السنوية. لا غير داخلة. نعم. بس يكون يتمتع بها. أي. يعني أثناء التمتع بالإجازة السنوية جاء العرض الصحي اللي منح فيه راح. أي. لأنه هو ما استمتع بالإجازة السنوية. نعم. فعلاً صحيح. أي. صحيح كلامك. هذا أمر يعني ما يتنبهون له، وأنت نبه له أحد، فالموارد البشرية تحاول تظلل على الموظف عشان ما يتمتع بهذا القدر. نعم. من الإجازة. نعم. لذلك احنا نشهد انه اكثر الاشكاليات اللي بتقع ما بين العامل وصاحب العمل او الموظف وصاحب العمل يعني تكمن يمكن في عدم وضوح العقود، او انه في اشياء تخفى ولا تظهر. كذلك في موضوع الاجازات هذه فيها اشكاليات كثيره بتصير يعني. صحيح. اي نعم. من ضمنها بعض الشركات هداها الله، اي إذا غاب الموظف يوم خميس تفرض عليها جزاء غياب الخميس والجمعة والسبت. نعم. هذا لا يجوز، وإن ما أشار المنظم إلى هذا الأمر إلا أن غبت هذا اليوم يتم حسم مبلغ هذا اليوم فقط بلا زيادة. كثير من الشركات لا تعتد بذلك وتحسم 3 أيام متكاملة. نعم. يعني أشياء يعني ودنا نبرز يعني كثير من الحقوق اللي أحيانا ما تظهر أو يمكن ما يعني ما يعمل بها أو يعتد بها بشكل جيد، مثل موضوع التأمين الطبي، راتب الإجازة، ساعات العمل الإضافي، وأنت ذكرت أشياء منها اللي هو مكافأة نهاية الخدمة، حينها كذلك ما توضح يعني بشكل كبير. بعضهم يقول نهاية الخدمة إذا كنت أنت استقلت، غير أنت لما تكون لا والله إحنا انهينا الخدمة، فتختلف الحسبة أحيانا بطريقة أو بأخرى، وذاك يعني يسلم يقول خلاص أنت أفهم، أو الراحة في الأسبوع أو الويكند تبعه كيف تحسب. هذه أشياء كثيرة من الإشكاليات اللي يقع فيها يعني العاملين والموظفين. والله أول شيء سؤالك جيد عن التأمين الصحي. أي. ولكن دائما ثقة العامل هي اللي تؤثر على ظنه أنه ما حتظلم الشركة، لأن الشركة أول أعداء. أول عدو. أول أعداء. لابد يحرص من كل النواحي مع الشركة. انت جاي محضر خير ان شاء الله. الله يطول عمرك. الله يجزاك خير. طيب يعني فيما يخص التأمين الطبي الآن، يعني يحق للعامل ايش في موضوع التأمين الطبي؟ هل في مثلا درجة معينة العامل
حتى لو أقل درجة، أنت أحمد ربك إن إحنا طلعنا لك تأمين طبي، أو إنه والله أي نعم الحمد لله رب العالمين أول وآخر أنا كل حاجة. في بعضهم يقول والله المفترض إني أستحق هذا الكلاس، لا أعطوني كلاس أقل أزود. وتجد أحيانا في تفرقة ما بين عامل وعامل، قد يكونوا متقاربين في المستوى أو قد يكون ما أدري، هل في نظام معين يجعل هذا الأمر موجود؟ الشيء الآخر، هل يعني عامل يعني يكون بعضهم يقول أنت وزوجتك واثنين من أفراد العائلة يعني يكونوا أربعة والبقية ذولي ما لهم شيء، وبعضهم يقول لا لابد أنه يكونوا كلهم، إيش الفيصل في هذا الموضوع؟ الأستاذ فيصل الله يطول عمرك، الفيصل الضمان الصحي أي حرص على هذا الأمر ونظمه بالوجوب، إذا أن لكل موظف تفرض على المنشآت تأمين على موظفينها وذويهم. نعم. أما ما سألت عنا عن درجة التأمين فهذا يعود للعقد اللي يجب عليه قراءته والمفاهمة فيه حتى ما توقع على أمر ولا يكون لك الحق في المطالبة بالزيادة أو التعديل. أي يعني العقد لابد أنه يوضح حتى نوعية أو درجة التأمين. نعم هذا أمر، ولكن الواجب يؤمن للموظف وإن لم يؤمن ولا سمح الله حتى عليه عارض تبين. صحي أي. تحمل المنشأة التكاليف أي. بالفواتير اللي دفعها للمنشأة الصحية. نعم. يعود على المؤسسة أو الشركة اللي عمل لديها ويتحملون ذلك. نعم. هذا واجب موجب النظام مجلس الضمان الصحي. أي. بعضهم هنا في سؤال جاني، يعني بعضهم كمسؤول يعني يستغل رفض الموظف للتكليف بأنه يصبح إنسانيا مستبد معه، وقد يتلاعب حتى في تقييمه الوظيفي كعاقبة للرفض. هل في مجال الموظف الخروج من هذا الحرج في حال تكليف العمل الإضافي؟ أي نعم التكليف نعم إذا اندرج التعسف، وإنه إذا أيه ما رضي بهذا التكليف يعني راح يحرمه من التقييم الوظيفي، أو إنه يكون فيه شيء له إضافي من ناحية الحافز من أشياء أخرى. هذا جوازي للموظف يقبل التكليف أو لا يقبله. أي. وفي حال تعسف المنشأة بأي صورة من الصور يحق له أن يلجأ لذوي التخصص، ولا أروج للمحامين ولكن هم الأخبر في أخذ هذا الحق. أما يكون تعامل جائر من صاحب العمل ويحاسب عليه ويصل إلى أن يترك العمل مع ضمان بجميع حقوقه، فتعسف غير مقبول، والنظام راعاه في مسألة أن يحفظ كرامة الإنسان ولا يتعدى على حقه بأي شكل من الأشكال. نعم. ويجوز له التوقف عن العمل مع ضمان كافة مستحقات في حال وقع تعامل جائر من صاحب العمل. نعم. إن شاء الله يكون الجواب إن شاء الله مقابل للسؤال. لا بإذن الله تعالى، بإذن الله. هذا جانا كده على قولهم طازة سريعا يعني في موضوع أثرت شيء من موضوع. أي نعم. طب مكملين إذا كان في نقاط مهمة برضو لابد أن يعرفها الموظف خوي فيصل. أنا ودي أدخل في الشركات وما يقع منهم. تمام. ولكن مدري متى وقت الفاصل. الآن إحنا قربنا على الفاصل لكن في أسئلة كثيرة ترى والله أنا ما شاء الله من الأسئلة اللي وردت تخشى أنه يمكن يخرجونك عن شوي الموضوع، أو هو قريب من الموضوع لكن حبينا نحط كل الأساسيات وبعدها نأخذ الأسئلة إن شاء الله. ولكن نخرج فاصل ونكمل في الشركات. طيب وأنا أذكر المستمعين بإمكانهم أنهم يتواصلوا معنا عبر واتساب الإذاعة بأسئلتهم، إذا حابين أنه يكتبوا هذه الأسئلة يرسلوها إلى الواتساب رقم 055-66-89-001 مرة أخرى 055-66-89-001، وبإمكانكم أيضا الاتصال هاتفيا على الرقم 012-616-1100. ابقوا معنا. عودة لكم مستمعين الكرام مرة أخرى، يا هلا فيكم. طبعا هنا في سؤال وردنا أخونا فيصل يقول معكم نبيل، عندي استفسار، هل العقود الإلكترونية ملزمة للشركات
أولى علما بأنه إلى الحين ما يزال عقدي يدويا، وإذا كان إقامة العامل منتهية لسنوات ثم نقل كفالة، هل ملزم يدفع الرسوم كل الرسوم السابقة أم تتحملها المؤسسة السابقة؟ دعم بسم الله نجاوب على السؤال الأول. طيب سؤال نبيل إيش كان عفوا؟ بيقول العقود الإلكترونية ملزمة للشركات أو لا؟ أصبحت مؤخرا ملزمة موجب نظام مكتب العمل، ولا بد تقديمها وإرفاقها في نظام قوة الخاص بالعاملين. بالنسبة للرسوم بشكل عام، رسوم تأمين، رسوم إقامة، رسوم نقل كفالة، فهي يتحملها صاحب العمل، لا يتحمل الأجير الوافد أي مبالغ تتعلق بالرسوم. حتى لو كانت رسوم ترخيص محاسبين أو مهندسين إيش ما كانت، الرسوم يتحملها صاحب العمل. والنظام يعني أوجب ذلك. إذا كان إقامة العامل منتهية لسنوات ثم نقل كفالة، نقل هو الكفالة، هل ملزم يدفع الرسوم كل الرسوم السابقة أم تتحمل المؤسسة السابقة؟ في حال صاحب العمل الجديد نقل كفالة أحد الوافدين، فبيظهر له أولا متى تاريخ انتهاء الإقامة وكم لازم يدفع عشان يجددها وتصير ساري. الواجب على صاحب العمل أن يتكفل بهذه الرسوم، وليس العامل أجير مستأجر خدماته بناء على الأعمال المطلوبة منه. ولا يحق للمنشأة أن تحمله أي رسوم تسهل عليه العمل. يعني رسوم التجديد إضافة إلى النقل، تتحملها المؤسسة اللي راح ينتقل إليها أو الشركة. أيضا من الأسئلة اللي وردت، سؤالي هنا يقول في حال تأخر الشركة عن إصدار بطاقة التأمين كمماطلة 3 أشهر أو أكثر، إيش العمل؟ والله القاعدة الفقهية تقول أن الضرر يزال بقدره. فإن قصرت المنشأة التأمين أو عدم حصولها على التأمين ووقع على الموظف ضرر بحيث أن طرالة عارض صحي ولجأ المستشفى وتكفل هو بمصاريف علاج، يعود بالفواتير صاحب المنشأة ويطالبه بهذه المنفقات التي صرفها للعلاج. إذا كان عنده تأمين لما تكبد هذا المبلغ. صحيح، كان أمر يسير عليه. هل فعلا يعتبر التأمين أو مبلغ التأمين هو جزء من مستحقات الموظف العامل؟ لا، ولم يثبت أن أحد القضاة حكم بغير فواتير علاج قدمها الموظف لصرفها من المنشأة. كتعويض عن عدم التأمين لا يوجد، ولكن في حال وقع الضرر فالضرر يزال بحيث تقدم الفواتير العلاجية وتأخذ مقابلها المبلغ اللي اندفعته. تمام. أيضا أنا سؤال يقول السلام عليكم، سؤال المحامي أستاذ فيصل، في حال كان العقد مفتوح المدة كيف يتمكن الموظف من استلام كافة مستحقاته دون خصم الثلثين في حال الاستقالة؟ مفتوح المدة؟ أي استقال؟ نعم استقال، حيكون له 2 شهر يعملها بأجر، حتكون آخر 2 شهر هي الحساب على المكافأة. يعني لنفترض أن 1/1 كان عقده من 2018 وقدم الاستقالة في 6 وكان آخر مباشرة له في 8 1/8/2022. تمام، مدة عمله تحسب من 1/6/2018 حتى 1/8 إيش ما كانت المدة. ويأخذ مقابلها أجر ما زاد على 5 سنين، يأخذ مقابلها مكافأة ما زاد على 5 سنين راتب كامل، ما دون 5 سنين نصف الراتب عن كل سنة. 5 سنين فأكثر راتب كامل عن كل سنة، 5 سنين فما أقل نصف راتب عن كل سنة.
نعم. فيه أمر ودي أنوه عنه أن بعض الشركات إذا أوشك عقد العامل 5 سنين ينهون عقده حتى لا يكلفهم أجر الشهر عن كل سنة بالمكافأة. أي نعم. ويعيدون يمنحون المكافأة عن ما دون 5 سنين ويقولوا والله ما زلنا احنا بحاجتك تعال نسوي عقد جديد وهكذا. نعم. مع أكثر من موظف والغرض من ذلك توفير بعض المال للمنشأة وهذا لا يجوز. نعم. حيث أن العلاقة فعليا متصلة ولم تنتهي. صحيح. هذه من الأشياء اللي واجب يتنبه لها الموظف ويتق الله فيها موظف الـHR بالمنشأة. صحيح فعلا. ولا هو أساسا حيكون ورطان بالعملية هذه. مو ورطان هذا حق كفله يعني النظام وهو عارفة. يعني هو ما خرجوا عن موضوع أنه ما راح يأخذ المستحق الخاص بالعامل. يعني العامل حيأخذ المستحق الكامل حتى لو فصل في ذلك. ما فهمت سؤال. يعني بعد 5 سنوات لو عمل أنهى عقد ثم عملوا عقد جديد على أساس أنه لا يأخذ فيما بعد اللي هو الراتب الكامل. نعم عن كل سنة. أي عن كل سنة. نعم. أي فمعنى ذلك أنه لو عملوا العقد جديد بعد 5 سنوات ثم بعد ذلك أراد أن يستقيل بعد سنة أو سنتين فيستحق له أجر راتب كامل. راتب كامل عن كل سنة. نعم. بعد 5 سنين. نعم بعد 5 سنين ما راح يقولوا لا والله أنت الآن سنتين مو 5 سنين. إذا كان عقده جديد. أيوة. يعني مثل ما تفضلت الحيلة اللي من شوية ذكرناها. نعم. صارت. أيوة. ووقعوا له عقد جديد. نعم. بعد ما أنهوا عقده ما دون 5 سنين. نعم. فلا يستحق إلا نصف أجر ولكن يحرص على أنه ما يوقع عقد جديد إذا انتهت العلاقة إما أن يعني يبحث عن عمل آخر وشركة أخرى لكن مستمر ما تتلاعب طالما استمرت فيحق له المطالبة فيها. نعم. لا يعني ما بعد 5 يعني أنهى من هنا ووقع عقد جديد من هنا مرة ثانية مع نفس الشركة حيكون في فرق. أي يعني الفرق بسيط يحق يعني. لأنه يطالب فيها لأنه نرجع للنظام وما أشار إليه النظام في المخالصة إن لم تصب في مصلحة العامل. نعم. فلا يعتد به. تمام. والنظام راعى كثير مصلحة العامل بل أن دعوة العامل دعوة مستعجلة حيث أن لا يوجد لديه سبيل للتكسب عدا هذا الأجر إذا يقتات منه هو عائلته. نعم. فنظر المشرع لهذا الأمر ودائما دعوة العمالية ما تطول مو زي العقارية أو غيرها من الأمور التجارية. نعم. نعم. ممتاز هذه يعني لمحة مهمة جدا في هذا الموضوع. أيضا هنا سؤال يقول وقعت عقد عمل الشركة اللي أعمل فيها ولي 3 شهور وعند تقديمي بطلب إجازة من الرصيد أفاد المسؤول بأنه لا يحق لي طلب أي إجازة إلا بعد مضي سنة على العقد هل هذا صحيح؟ صحيح ما يحق له ما يحق لا يطلب إجازة في فترة تجربة. أي ما عنده رصيد إجازات فترة التجربة ولكن استحقاق الإجازة فعليا كإجازة سنوية ويتمتع فيها ما بعد فترة التجربة يكون فيه حسبة معينة يطلع لها فيها 30 يوم نقسمها على عدد الأشهر ويكون له عن كل شهر يوم ونصف لها حسبة معينة بعد ما يعدي فترة التجربة. فترة التجربة لا يحق للعامل أن يتقدم بأي إجازة. نعم. إلا إذا كانت اضطرارية لها ضوابطها. نعم. ولكن ما عنده رصيد حتى يتمتع بإجازة سنوية. هنا الكلام. أي. يعني بعد مرور فترة التجربة. نعم يكون لديه رصيد 30 يوم مقسم على 12 شهر. بالزيادة تقريبا عن يعني في كل شهر تزيد يوم ونصف أو يومين. لها حسبة معينة. نعم. أعتقد يومين ونصف. ويجوز له يتمتع فيها. يعني الشهر الرابع بعد فترة التجربة 3 أشهر هيكون عنده 2.5 يومين يقدر يتمتع فيها كإجازة سنوية. نعم. يقدم فيها طلب ويوافقون عليه لأن هذا هو الرصيد الفعلي. نعم هذا الرصيد المستحق لك. نعم. أثناء هذه المدة اللي أنت أمضيت. جميل إن شاء الله السؤال الجواب يكون ملاقي يعني. إن شاء الله. هنا أخونا حسن أبو ليلى من مصر يقول شكر الموصول للإذاعة على توعية الموظفين عن طريق برنامج عرف حقك هو من الشرح المفصل من أستاذ فيصل القحطاني
ووصل شكرك، الله يعطيك العافيه اخوي. هذا ولد عمه امي، ولد عم امي، وامسي على امي بالخير، هدى ابو ليلى الله يطول لنا عمرها. الله يبارك فيه، حريص على انه يوصل السلام لك. اي الله يمسيه بالخير. الله يسلمك ويبارك فيك. فاصل، واذكركم مستمعين الكرام بانه بامكانكم التواصل معنا على واتساب الاذاعه 055-66-89-001، وكذلك الاتصال ايضا اذا رغبتوا الاتصال علينا فقط ارسلونا على نفس الواتساب واحنا راح نتصل عليكم، فقط ارسلوا على الرقم 055-66-89-001. نتحدث عن حيل بعض الشركات لضياع حقوق الموظفين بعد الفاصل بإذن الله. والله يعطيكم أسرار من الآخر. الله يعطيك العافية أخوي فيصل، خلوكم معنا. حديث شيق ما زال مع أخونا فيصل القحطاني المحامي والمستشار القانوني، ويعني أثار شجون كثير من المستمعين في موضوع أسرار نظام العمل وبعض الحيل اللي بتقوم بها الشركات من أجل أنهم يعني بطريقة أو بأخرى إذا كنا نقول نحسن الظن أنه بيوفروا أكبر قدر ممكن من الأجور اللي ممكن أن تعطى. وكما قيل أو كما قال أخونا فيصل يعني من وجهة نظر القانونية أنه أول أعداء الموظف قد يكون أحيانا الجهة التي يعمل فيها. في سؤال، ولعلك قبل الفاصل أستاذ فيصل ذكرت أنه راح نتكلم عن بعض حيل الشركات. أنا من رأيي أني أنا أشوف هذه الحيل ممكن نفرد لها حلقة خاصة عشان نبغى يعني نأخذها كده بتوسع، فإيش رأيك؟ هو كذلك، ولكن ودي أنوه أيوة للموظف والمنشأة أن يتنبه الموظف أن لا يحق للمنشأة فرض أي عقوبة أو جزاء بدون تحقيق مع الموظف وإثبات ما نسب إليه. ليس مجرد إعطاءه إنذار وانتهى، لا، الجزاء أي هو ما يخص في حسم راتب أو شيء، أي جزء من راتب ما حيكون الحسم. النظام أصلا لا يجيز للمنشأة أن تحسم أكثر من 5 أيام إيش ما كان الجزاء، أي ولكن في حال توقيع أي جزاء على العامل لابد يكون هناك تحقيق، وثبت في التحقيق أن الأصح الجريمة وقعت منه أو المخالفة ارتكبها فعلا ويستحق مقابلها جزاء، بالإضافة لأن 30 يوم هي المدة التي شرعها المنظم بحيث إذا اقترف زيد مخالفة في 1/4 واكتشفتها المنشأة في 1/2/5 بعد 30 بيوم، أيوة، لا يحق لها لا التحقيق ولا إيقاع عقوبة. خلص تجاوزت 30 يوم انقضت، أي انقضى فيها الحق اللي له للمنشأة. نعم، فلت على قولت خلص. نعم. طيب ناخذ اتصال. مرحبا. ألو. يا هلا. معك ليلى الفقيه. نعم معك، تفضل يا أختي لينا. بس أبغى أسأل الأستاذ عن شيء. نحن عندنا بالمنشأة متوظفة أنا لي 3 سنين أخصائية تمريض، فالمنشأة سحبت رصيد إجازاتنا. يعني أنا اللي أعرفه أن رصيد الإجازات اترحل 3 سنين، تمام، سحبت رصيد أول سنة وثاني سنة وما رجعوا لنا إياه، وكل ما نروح نطالبهم فيه أنه انتظروا بترجع لكم، استنوا بالنظام، فما رجعت خلال 3 سنين، والحين أصلاً شهر 12 تكمل 3 سنين، يعني خلاص ما عاد نستفيد منها. ثاني شيء، زوجي أنا متزوجة به الحين 5 سنين، إلين الآن مو راضين يعطوني تأمين أنا وولدي من دوام زوجي. كل ما يرفع الأوراق يجب يا أنه والله المعاملة لسه ما وقعوها، أو أنه في مشكلة في المعاملة، فين أروح أشتكي أو إيش نسوي بالضبط؟ طيب خليكي معنا لينا. واضح إن شاء الله السؤال. فاصل، أنا كتبت الأسئلة بالنسبة لرصيد الإجازات. لا يحق للموظف أن يطالب بالإجازة عن سنوات مضت ولم يتمتع فيها. الواجب أن يتمتع بالإجازة سنوي، وأصلا هذا مرهق له إن لم يتمتع فيه. أي يعني كون النظام شرع أن يتمتع الموظف بالإجازة فهو فيما يصب مصلحة العامل والمنشأة. صحيح. إلا إذا اتفقوا على
ترحيل الإجازة ويكون مقابلها أجر لا بأس بذلك، ولكن نعم. طالما ما في اتفاق فأنقضت السنة ولم تتمتع ولا تستحق مقابلها. حين يكون آخر سنة الثالثة هي اللي تستحق فيها، أما تتمتع أو يمنحوك فيها أجر عن الإجازة. لكن الشركة حانا هي ما تعطي أو ما تعطي فرصة للموظف أنه يأخذ الإجازة. النظام أجاز لبعض الحالات. أيوة. وأيضا لابد يكون فيها إذن الموظف بترحيل الإجازة. نعم. في حالات معينة لمصلحة العمل. أي. ما دون ذلك مرفوض، لابد يتمسك العامل بحقه. نعم. ويكون يعني أكثر حرص على حق. تمام. بالنسبة للسؤال الثاني، يحق للزوج المتصلة أن يتصل على مجلس الضمان ويرفع شكوى بذلك حتى تلزم المنشأة أن ما التزمت بالتأمين وصرفتها في أقرب فرصة يفرض عليها غرامات. نعم. الواجب جهة العمل تؤمن على الموظف وأبنائه وزوجته. تمام، أظن السؤال كذا اتضح. نأخذ اتصال ثاني. ألو. يا مرحبا. مرحبتين. ايه تفضل أخوي. شخبارك أبو طيب؟ حياك، تفضل معاك المحامي. عندي استفسار. هلا بك أستاذي. أنا عندي استفسار طال عمرك اللي هو بخصوص الترقيات في الشركة. نعم. بخصوص إني كان معدل نسبة تقييمك السنوي ممتاز، وأنا لي 5 سنين في الشركة وتقييمي ما قل عن ممتاز. إلى ما تم ترقيتي. فهذا سؤالي، يعني هل يتم مطالبتهم بالموضوع هذا؟ تقييمك ممتاز تقول؟ إيه. فيه لوائح معينة يعني تنص على أن في حال الموظف كان تقييمه كذا ممتاز أو إيش ما كان التقييم يكون له مميزات معينة؟ صحيح، أنا حبيت أسأل يعني بخصوص أن قسمنا ما في تيم ليدر أو مدير مباشر، يعني علي خمس أكثر علي أكثر من 5 سنين لم يتم ترقيتي. طيب في أحد من زملائك ترقى نفس مهنتك والمدة اللي انت فيه؟ قدماء مو قدماء وما له معهم شهادة، يوم طلبت أنا بالترقية قال لازم معك شهادة دبلوم وجامعي، فيوم تأكدنا بالموضوع مديرنا اللي حاليا موجود عندنا مع كفاءة. طيب زين، أنا ودي بس أشير عليك إذا كان في أحد من نفس مهنتك والمدة اللي أنت فيها ترقى تقدم بطلب مساواة. في ناس بعدنا جو بعدنا وترقى. إنزين، أنا ودي تطلب أول شيء هو مو إلزامي، لكن أنت تطلب بالحسنة طلب مساواة بالزميل اللي نفس مهنتك سابقا وترقى، هذا أمر. والأمر الآخر، سياسة الشركة لابد جميع الموظفين يطلعون عليها حتى يعرف الموظف وش اللي له، وش اللي يعني شرعتها المؤسسة أو الشركة في ما يخص امتيازات أو حقوق أو أجور. نعم، فإن شاء الله واضح بإذن الله تعالى. وأمر غير إلزامي مثل ما تفضل. نعم. طيب سؤال خلص. طيب هنا سؤال قال متى يعني يحق لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات الموظف، وهل يحق له الاستغناء عنه بدون مهلة شهرين، أو المقصود يجب أبلغ الموظف بشهرين عن الاستغناء عنه، وهل إذا ما تم ذلك ما هي الآلية؟ وهي متى استغنى الموظف؟ لما ما يكون له حاجة، بل ما يمنح له من أجر لا يعود بالمنفعة على المنشأة. نعم، هذا أمر. الأمر الآخر، المشرع ونظام العمل تحديدا شرع أن الشهرين في حق الموظف وفي حق الشركة أيضا والمؤسسة. هذه مهلة أما لتوفير الشركة بديل، أو إذا صرحتها بموجب المادة 77 فتضمن له على الأقل أجر شهرين حتى يجد له بديل يعمل فيه. فهذا أمر إلزام. لا. أما إذ ما يبغى يعمل في حال استقالة واجب أنه يعمل شهرين حتى توفر المنشأة بديل، يدفع الشهرين هذه، يدفع مقابل أجره ولا يعمل. لا. ولكن في حال فصله
يكفل لها النظام أن تمنح الشركة أجر شهري. نعم. أنا ما أبغى العمل عقدة ينتهي في 1/10 ولكني أنا ما عدت أحتاجه. أي. يجلس عندي وإحنا في 5 الآن 5 أشهر أنا ما أبغى. أي. أقول له خلاص آخر يوم عمل لك 5/5 أو نهاية شهر 5 ولك راتبين عفوا. أي. عن الشهرين اللي شهر 7 وخلاص. يتم تسريحه بهذه الطريقة. بهذه الطريقة بحيث يعطى فرصة لأن يجد مكان آخر. نعم. وهو مطمئن أنه عنده دخل. نعم. تمام. هنا سؤال بيقول هل يحق للموظف بالقطاع الخاص زيادة سنوية للراتب؟ الله يأمر الزيادة هذه لابد الواحد أول شيء ينظر فيها. أي. السياسة واللوائح الداخلية للشركة ولابد يعلم أنها غير إلزامية. إلا ما منح له على سبيل العادة كما أشار النظام إلى أن ما منح للعامل من مكافآت أو زيادات على سبيل العادة فأصبح يعده جزء من الأجر. أي. لا تبرعا من الشركة لكن هي الأصل في المكافأة هدية. نعم. والهدية غير ملزمة إلا إذا أصبحت الهدية هذه مستمرة أصبحت معولين عليها كما نصت القاعدة الفقهية العادة محكمة. نعم. طيب هنا سؤال آخر يعني لعله والله أسئلة كثيرة لكن إحنا نعد المستمعين الكرام بأنه أستاذ فيصل قحطان الله يعطيه العافية وعدنا بحلقة إن شاء الله أخرى ولقاء آخر نستفيض فيه بإذن الله تعالى عن الحديث عن موضوع نظام العمل وخاصة المشاكل اللي بتصير ما بين الموظفين والشركات أو المؤسسات اللي يعملوا معها. هنا السؤال يقول لو الشركة عملت بلاغ هروب تعمد عشان أنقل كفالة وألغته خلال 15 يوم مع وجود كفيل هل يلحق في رفع شكوى وتعويض عن ضرر نفسي ومادي مع العلم أنا مضيت على مستحقاتي يوم ما أعمل بلاغ أو يوم ما عملت بلاغ مش عارف والله بس لعله الفكرة واضحة. هي واضحة ولكن الواجب على الشركات. أي. والمؤسسات أن يتقون الله في تطبيق النظام ومراعاة الموظفين وقدراتهم وحوائجهم. إصدار بلاغ هروب على عامل وهو يعلم مسكنه هذا لا يجوز. بلاغ الهروب لما يتعذر الوصول للعامل بأي صورة من الصور لا هاتفيا ولا بالحضور لعنوانه ولا عبر البريد الإلكتروني أن تعذر ذلك فيجوز له أن يحمي المنشأة بالتخلي عن هذا الموظف بإصدار بلاغ الهروب. نعم. والدعاوى الكيدية في بلاغ الهروب تنظر لها المحاكم العمالية ويتصدرون لإلغاء البلاغ في حال كيديت ويحق للموظف أو العامل المطالبة بالتعويض لقاء ما تعسفوا تجاهه في الإجراء هذا والله أعلم. الله يعطيك العافية والله أخي فيصل وأنا جدا سعيد بوجودك وإدراءاتك في هذه الحلقة والنظام العمالي بحر. أي والله. وأسأل الله أن يوفقنا وياكم والواجب أيضا أن الموظف يتقي الله في عمله ولا ينشغل بما دون العمل والمصلحة التي استؤجر لأجله. أسأل الله أن يوفق. آمين. أخواننا وأخوات. اللهم آمين. جزاكم الله خير. كل شكر وتقدير للأستاذ فيصل القحطاني المحامي والمستشار القانوني على ما تفضل به في هذه الحلقة من إجراءات مهمة عن أسرار نظام العمل وهذه الحلقة راح تكون إن شاء الله موجودة على قناة الإذاعة في اليوتيوب بالإمكان العودة إلى هذه الحلقة والاستفادة من نقاطها ومحاورها المهمة. كل شكر وتقدير لكم أيضا مستمعينا الكرام على طيب الاستماع والمشاركة وتحية مني لزميل هلا منصور مخرجة البث وهذه تحية مني أنا عادل برباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.